السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نخيطوا واحد الصاك أو حقيبة زوينة وأنيقة كما كتشوفوا، كنحطوا فيها اللي بغينا، تواب، كواش، الحواج ديال الشتاء، أي حاجة. أنا كخياطة راني حطيت فيها التواب اللي غادي نخيط، كتهز بزاف الحواج. ندوزو للتفاصيل. غادي نحتاج واحد الخنشة ديال الطحين كما بغات تكون، غادي نتنيها وغادي نعلمها في الوسط باش نقطعها. من بعد غادي ناخذ هذوك جوج نصوصه وغادي نقطعهم على جوج، يعني المجموع غادي يكون عندنا أربعة طروفه. غادي نهز واحد الطرف وغادي نعبر 10 في كل جانب، نديرو 10 سنتيم. أربعة الجوانب غادي ندير فيهم 10 سنتيم. هذيك 10 سنتيم غادي نحطو تما البيه في كل جوانب وبربعة بيهم. من بعد غادي نتني كل جنب وغنحطو تما البيه في أربعة الجوانب. غادي ناخدو التوب غادي نبطن هادوك الطروفة وبربعة بيهم. غادي نقطع تما، غادي ندير ربعة ديال الطروفة بحال هادوك. غادي نخيطو في الجناب تما كاين الخياطة. غادي نجيب واحد الطرف آخر باش تفهمو مزيان، ندير ليه كما درنا الأول. Thank you.
أبها هما أربعة واجدين. غادي نلصق في الجوانب واحد الصدفة باش دير لها المنظر زوين. وفرب عاد الجوانب غادي نشدو ديك الطروفة وغادي نلصقهم بعضهم بعض ونخيطهم. غادي نخيطهم تما وغادي ندير لهم البيه في ربعه الجوانب. غادي نبطنو الطرف ديال تحت وغنلصقوه فيه. غادي نخيطو في الجوانب ومن بعد غادي ندير ليه البيه. دابا غادي ندير ليه الغلاف، غنزوقوه كما الطروفة الاخرين. من بعد غادي ندير تما بيه وغنخلي غير واحد الطرف بلا بيه. غادي نلصق الغلاف في الحقيبة، غنثبتها بالدبابيس. من بعد غادي ندير لها البيه على طول الحقيبة. الحقيبة واجدة وما تنساوش السلسلة. نتمنى تعجبكم هذه الفكرة وتشتركوا في القناة لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.